طيب ده كلام مهم، وكمان في تفاصيل كتيره هنيجي عليها ان شاء الله في مضمون حلقه النهارده. لكن عايز اقول لكم النهارده رغم ان الفريق كان اجازه من التدريبات واجازه من المباريات، انتهى امبارح من مباراه بايرن ميونخ، وبكره هيتمرن علشان ان شاء الله يوم الخميس هيلعب مع بالميراس البرازيلي على الميداليه البرونزيه. لكن كان يوم النهارده يوم مهم بالناحيه الخبريه في داخل البعثه. البعثه تلقت خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم او من اللجنه المنظمه بالفيفا بايقاف لاعبي الاهلي حسين الشحات ومحمود كهربا لخرقهما الفقاعه الطبيه في نهايه او بعد نهايه المباراه الاخيره للاهلي مع بايرن ميونخ باستاد احمد بن علي، الخروج من الفقاعه واجراءاته. وبالتالي تقرر وفقا لخطاب الفيفا اللي ارسله للمهندس خالد مرتجي المنسق المعتمد مع الاتحاد الدولي بمنعهما من المشاركه في المباراه الاخيره للاهلي مع بالميراس، مع التحفظ عليهما في غرف كل واحد في اوضته حاليا، وفي فرد امن سكيورتي من تحت مراقبه الفيفا واقف على الباب. الموضوع في خطا، في خطا وفي لائحه بتحاسب على الخطا في الاتحاد الدولي، في لائحه بتحاسب على الخطا في الاتحاد الدولي، ولكنه خطا، هو خطا تلقائي عفوي وما اكثر يعني، ويعني اللي قال الطريق الى جهنم مفروش بحسن النوايا. صحيح، تتصرف بحسن نيتك تبقى في مشكله. انت بسرعه اتصرفت بطريقه، شفت حد يهمك او عايز منبهر او عايز تعمل يعني ايا كان الدافع، فمتصور ان السلام ده وتنزل يبقى انت كده. لا، الموضوع كان، وبرضه فكره ان انت، ما هو انت الفقاعه دي تعبير جديد، معنى الفقاعه احنا مش فاهمينه قوي غير بالاجراءات اللي تمت هنا والتعليمات اللي خدناها، انما فكره ان الملعب وانت بتتبادل الفانيلات ومش عارف ايه، ممكن حد يسرح ويتصور ان الملعب ده كله بقى فقاعه. لا، فقاعه المستطيل الاخضر والطرق المؤديه الى حجرات الملابس، كل اللي فيها خاضع للاجراء ده. هنعتبر مؤكد البعثه وقيادتها يعني عارفين يعملوا ايه في الموقف ده. واعتقد ان اللعيبه دلوقتي فهمت ان مفيش حاجه غلطه صغيره وغلطه كبيره، هي غلطه تؤدي الى خرق لنظام العالم كله عايز يحترمه علشان البطولات بمثل هذه التفاصيل الصغيره تنجح. خساره اذا استمرت بالطريقه دي، هو بكره في مسحه عشان كمان حتى مش عارفين يقدروا يروحوا الملعب ولا لا. ففي مسحه ولسه الفيفا هيقرر الخطوه القادمه ايه. ما علينا، يعني احنا مش خلاص اللي حصل مش هنقدر نرجع الزمن، لكنها تجربه ما كناش يعني نتمناها، والخير في الباقي اللي موجود. وبرضو يعني درس لينا كلنا. صحيح، لأن النظام نظام